بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي جماهير الاهلي العظيمه، جماهير اعظم نادي في الكون، اهلا وسهلا بكم على قناتكم قناه النادي الاهلي، وحلقه جديده من الاستوديو التحليلي. والنهارده مباراه مهمه جدا 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 مع نادي مصر المقاصه في الجوله 27 من الدوري العام المصري الممتاز لكره القدم، واللي هتلعب على ملعب الكليه الحربيه. ماتش النهارده ليه اهميه كبيره جدا جدا جدا. هو ماتش زي اي مباراه في الدوري، ليه ثلاث نقط، بس انت عايز تواصل المكسب. شفنا المباراه اللي فاتت المكسب بتاع الجونه، مكسب مهم في توقيت انت محتاج كل ثلاث نقط في كل مباراه. خلاص احنا بدانا العد التنازلي وداخل على المنافسه الحقيقيه بقى على الدوري، ان انت ترجع لمكانك الطبيعي. بقول مره تانية، لمكانك الطبيعي، لان هو ده مكانك الطبيعي اللي احنا تعودنا عليه واحنا بنلعب لحد اخر نفس في الدوري ده. والارقام لصالحنا، الارقام لصالحنا، مفيش منافسه، مفيش منافسه. تتكلم على 42 لقب و13 لقب، يعني فين المنافسه؟ انما هو المنافس اللي تحتيك، هي دي ارقامه. ولكن انت النادي الاهلي، النادي الاهلي اللي بيبقى كل ماتش داخل عشان يكسب، ماليش دعوه بالخصم، ماليش دعوه بالمنافس، انا عايز اكسب، انا بنافس او هم بينافسوني لحد اخر لحظه. بعض الظروف، بعض الظروف بيبقى فيه حاجات غصب عني، مش بايدي لوحدي، مش بايدي، احيانا بيبقى فيه تقصير مني، بيبقى فيه تقصير مني، انما في حاجات زي ما شفنا السنه اللي فاتت في مشاكل تحكيميه وحدث ولا حرج. السنه اللي فاتت كانت مع بعض التقصير مننا في بعض المباريات ان احنا بسببها فقدنا نقاط، خسرتنا الدوري في الاخر. الدوري فقد بتقصير مننا وفعل فاعل. الارقام كلها لصالح النادي الاهلي، وان كنتوا نسيتوا رجعوا التاريخ كويس قوي 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 قوي، بما فيهم مباريات الكاس او لقاءات القمه في الكاس وبطل الكاس، بطوله الكاس اللي الناس او بعض الناس بتهيئ للبعض الاخر ان الخصم هو اللي بيمتلك الرقم القياسي في الفوز بكاس مصر، بينما العكس تماما، العكس تماما. نادي الاهلي خد كاس مصر 37 مره والخصم خده 28 مره، يعني حتى لحد دلوقتي الفارق 9 مرات لصالح النادي الاهلي. الارقام لا تكذب. مره تانية شفنا في الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء لما طلع النادي الاهلي احسن نادي في افريقيا وعلى المستوى العربي، واللي بعده شفناه رقمه كام، وعالميا النادي الاهلي كان كام، واللي بعده 117 واللي بعده 126 الخصم او المنافس ليك. فالنادي الاهلي غير، وانا واحد من الناس هنا بنتمي للنادي الاهلي، كنت في يوم من الايام لعيب في النادي الاهلي، فعارف قد ايه عظمه النادي الاهلي، عظمه النادي الاهلي. كل حاجه بقى، منظومه، منظومه ككل، افضل منظومه رياضيه في مصر وفي الشرق الاوسط، والناس كلها عارفه كده. على فكره الخصوم يعرفوا كل الكلام ده. عندك جماهير، اعظم جماهير في مصر واعظم جماهير في المنطقه، اعظم جماهير في الشرق الاوسط، جماهير النادي الاهلي. احنا هنا بنعرف نرد، نعرف نجيب حقوق النادي الاهلي، واي حد بيسيء للنادي الاهلي بنقف قدامه. ولما نيجي، هو ده مش عيب على فكره، احيانا بنقول ماشي انت النادي الاهلي، انت كبير، حد اساء ليك ماشي عدي مره عدي الثانيه، بس مش هعدي بعد كده، في حاجات ما تتعداش. انا واحد من الناس كده، وبكرر مره تانية، انا هنا في قناه النادي الاهلي مفيش حد قال لي اطلع قول ايه وما تقولش ايه، فانا هنا باخد اريحيتي في الكلام. لما باجي بتكلم، بتكلم لان انا من جوايا عايز اقول حاجات كتير قوي، في حاجات تتقال وفي حاجات ما تتقالش، انا بقولها لنفسي طبعا،
في حاجات تتقال وفي حاجات ما تتقالش، في حاجات تتقال في اوقات معينه وفي حاجات ما تتقالش برضو في اوقات معينه، ولكن اللي بيجمعنا كلنا في الاخر ايه؟ انا مش هتكلم في اي نواحي ثانيه من اي نواحي سياسيه، انا بتكلم على كوره. اللي بيجمعنا كلنا في الاخر حب النادي الاهلي، مصلحه النادي الاهلي، هم دول اللي بيجمعونا، حب النادي الاهلي ومصلحه النادي الاهلي. وطول ما انا هنا هتكلم بكل حق، وهتكلم عن حقوق النادي الاهلي، وهتكلم عن اي حد يسيء للنادي الاهلي، لا اديني حق الرد. وانا عايز اقول حاجه، بس هقول حاجه صغيره، بس هقول حاجه صغيره. هو احنا اصلا ايه اللي وصلنا للي احنا فيه ده دلوقتي؟ هو سؤال، مش هخوض في اي حاجه، بس انا بسال سؤال، ايه اللي وصلنا للي احنا فيه دلوقتي ده؟ النادي الاهلي عمره ابدا ما حد من مسؤوليه كان بادئ ولا كان رد فعل بصوره مش كويسه، ابدا ابدا. انما النادي الاهلي يعرف ياخد حقوقه كويس قوي. النادي الاهلي نادي مش عايز اقول ان هو يضاهي النوادي العالميه، عشان هتقولوا لي انت بس عشان لعبت في النادي الاهلي، لا، ان احنا عارفين ان الكلام ده صح، وعارفين ان المنظومه افضل منظومه رياضيه في مصر منظومه النادي الاهلي. فاحنا في الفتره دي كلنا كلنا ورا نادينا. الفتره دي نادينا خسر مباراه بس ما وقعش. نادي الاهلي خسر مباراه ما وقعش، نادي الاهلي ما بيقعش. نادي الاهلي في ناس كتير عايزه توقعه بس ما بيقعش، ممكن يتعثر انما بيقوم من العثره دي بسرعه جدا جدا جدا، بفضل الله وبفضل جماهيره العظيمه وبفضل المنظومه، منظومه النادي الاهلي. الفتره دي عندنا كتير لسه، عندنا لسه دوري، دوري مازال في الملعب، عندنا كاس اللي هو الكاس الجديد، عندنا ماتش السوبر لسه موجود، عندنا ثلاث بطولات تطلع منهم بعد كده داخل على بطولة افريقيا. فاحنا لسه الملعب شغال، ملعب موجود، الملعب موجود وبيقول لك تعالى حطم ارقام قياسية. ما هو ارقامنا القياسية احنا اللي بنحطم ارقامنا القياسية. فلما نيجي نتكلم على الفترة اللي جاية، فترة مهمة جدا جدا جدا، محتاجة دعم كل واحد فينا. نقف ورا نادينا، نقف ورا اللعيبة دي. اللعيبة دي أثرت بعض الشيء زي ما احنا أثرنا قبل كده، زي ما لعيبة كتير أثرت، عادي بتحصل. ولكن طول عمر جمهور النادي الأهلي بيقف ورانا. حتى وإحنا خسرانين. وشفنا بعد الخسارة جمهور النادي الأهلي بيعمل إيه. الخسارة أحياناً الحمد لله على كل شيء، بس الخسارة أحيانا بتقول إيه؟ الحمد لله إنها جت في التوقيت ده. بعد الخسارة دي لا، الخسارة دي بداية مكاسب كتير قوي 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 قوي، وده اتعلمناه وده اللي شفناه في النادي الأهلي على مدار سنوات كتير جدا جدا جدا. الفترة اللي جاية فترة صعبة جدا. كلمنا المباراة اللي فاتت على موضوع التحكيم. إحنا في العد التنازلي خلاص. فالفترة دي محتاجة تركيز من كل واحد فينا، احنا اتكلمنا على تركيز من لعيبة الأهلي، تركيز من الجهاز الفني للنادي الأهلي، لا احنا عايزين كمان المنظومة التحكيمية، لا تفوق شوية، تصحصح شوية. تصحصح شوية، مش يمكن أنا قلت تعمد الحلقة اللي فاتت، يا سيدي خلاص ماشي، مش أنا كنت غلطان، مش تعمد، ولو إن أنا من جوايا لا في تعمد. فالمنظومة الفترة دي لا، لازم تركز شوية. فترة حاسمة في حاجات كتير، سواء في القمة أو في القاع. خلينا في القمة بقى احنا، عشان احنا دايما من أهل القمة، كان احنا دايما دايما على رأس الجدول. فالفترة دي ما تستحملش أخطاء أبدا 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 أبدا. نتمنى إن شاء الله، نتمنى إن شاء الله توفيق الفترة اللي جاية للنادي الأهلي وللمنظومة كلها، المنظومة التحكيمية ومنظومة الكرة في مصر. ماتش النهاردة ماتش صعب،
برغم الفوارق الفنيه. هتقول لي ده انت بتلعب اخر فرقه في الدوري، ده انت بتلعب فريق السنه دي للاسف موسم بالنسبه له اكتر من سيء، ولكن المباريات كلها بقت مهمه. فرقه المقصه ما عندهاش حاجه تبكي عليها. فرقه المقصه نازله النهارده هنقول ايه؟ انت ما عندكش حاجه تبكي عليها، عايز اطلع كل اللي عندي، عايز اعرض نفسي. ما خلاص هي تقريبا لسه كل حاجه في الملعب، ولكن هو الاقرب، هو الاقرب للهبوط. ما بقولش هابط عشان ما حدش يقولني حاجه انا ما قلتهاش، بقول هو الاقرب للهبوط. فريق عنده 15 نقطه وباقي خلاص تقريبا 10 ماتشات، صعب يعني صعب، فمفيش حاجه يبكي عليها. وعايز اعرض نفسي انا كلاعب، فمش فارقه بقى معايا، انا هطلع احسن حاجه عندي. عشان كده جايه صعوبه الماتش. الصعوبه كمان ان انت لازم تكسب. الماتشات الجايه كلها ماتشات كؤوس بالنسبه للنادي الاهلي، ماتشات كؤوس مش مستحمله انك انت تتعادل ماتش لا قدر الله، ولا تخسر ماتش لا الفتره اللي جايه، لا الفتره اللي جايه بسبب اللي حصل انا لازم اكسب كل ماتشاتي، لازم اكسب كل ماتشاتي، وبستنى اي تعثر للمنافس لان المواجهات المباشره في صالحي. طيب ماتش النهارده زي الماتش اللي فات؟ لا. هتقول لي لا ليه؟ هقول لك لان في بعض التغييرات. زي ما كان الماتش اللي فات في تغييرات عن الماتش اللي قبله، احنا كل ماتش دلوقتي ناخد لنا 2-3 لعيبه مصابين. ماتش النهارده هتلاقي فيه 2 في القايمه ما كانوا موجودين، مش موجودين النهارده. عندك النهارده انت فقدت 2، عمرو السوليه ومحمد عبد المنعم، وقبلهم بقى فاكرين اكرم توفيق وعمار حمدي وحسين الشحات واحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وبرسيتاو ومحمد شريف وصلاح محسن. انت بتتكلم على فرقه كامله، كل دي غيابات بسبب الاصابه، وعلى فكره معظمهم عناصر اساسيه. لكن الجهاز الفني اللي موجود دلوقتي بيحاول يتعامل مع الواقع، ضغط مباريات، في لعيبه مجهده، مش هنقعد نطول فيها كتير لان احنا مش عايز اقول لحضراتكم، انتوا عارفين اكتر مني خلاص. عارفين اكتر مني. ثالث سنه على التوالي لعيبه النادي الاهلي ما بتريحش. فممكن نشوف الفتره اللي جايه دعم من بعض الناشئين، عوده بعض اللعيبه زي لويس ميكسوني، يمكن الفتره الجايه تشهد تاني عوده بيرسيتاو، محمد عبد المنعم مره تانيه، ولكن انا عايز اقول حاجه. الفترة دي احنا لما بنيجي نتكلم عن غيابات او اصابات او تغيير مراكز بعض اللاعبين او تغيير طرق اللعب، ربنا يكون في عون الجهاز الفني، وربنا يكون في عون اللعيبة دي. احنا كل ماتش تلاقي الفرقة متغيرة 2-3 لعيبة، وبناء عليه في بعض الاوقات الراجل بيغير طريقة اللعب. فالفترة دي فترة صعبة جدا 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 في مرحلة الدوري. لعيبة يمكن فترة من الفترات مش عايز اقول اثرت، ولكن النتائج ما كانتش في صالحنا. كان في تقصير؟ كان في تقصير بعض الوقت. كان في تقصير. التقصير على الاقل كان في حتة الروح. الروح لما رجعت شوية ابتدت ترجع الروح. وانا عندي ثقة جامدة جدا 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 في لعيبة النادي الاهلي وجهازهم الفني. النادي الاهلي بس يكسب ماتشين 3 ورا بعض باذن الله باذن الله باذن الله بدون مقاطعه، هتشوف الرجعه بتاعه النادي الاهلي، هتشوف البطوله دي ان شاء الله في النهايه لصالح النادي الاهلي. بس لو المنظومه اتصلحت، مش منظومه النادي الاهلي، لا المنظومه التحكيميه بالتحديد. تعالوا بقى نستعرض مع حضراتكم نتائج الاسبوع 27 من الدوري، واللي كان فيه 3 مباريات امس. غزل المحلة وسيراميكا كيلوباترا انتهى 0-0. مصري البورسعيدي وايسترن كامباني انتهى 2-1 في مفاجأة كبيرة جدا. نادي الاتحاد السكندري ب 10 لعيبة قدر يكسب انبي 2-1. النهارده هتقام 3 مباريات ان شاء الله. دلوقتي سموحة والمقاولين العرب شغالة دلوقتي والنتيجة 1-1، وبيراميدز مع البنك الاهلي والنتيجة الان 0-0، وبعدين مصر المقصة ونادي الاهلي الساعة 9 مساء ان شاء الله. يوم الخميس هتستكمل مباراة الاسبوع 27 الساعه 6:30 الجونه والاسماعيلي، في نفس التوقيت فاركو وطلائع الجيش، والساعه 9 فيوتشر ونادي الزمالك.
تعالوا مع بعض نستعرض تاريخ مواجهات النادي الاهلي ومصر المقاصه. النادي الاهلي لعب مع مصر المقاصه 21 مباراه. النادي الاهلي فاز في 15 والفرقتين تعادلوا 4 مباريات. ومصر المقاصه فاز في مباراتين، النادي الاهلي احرز 43 هدف بينما احرز مصر المقاصه 15 هدف. كل الارقام لصالح النادي الاهلي. والظروف كلها بتقول ايه؟ ان من المفترض، ولو ان ما تعودناش في الكوره دي مفيش حاجه اسمها من المفترض، ولكن من المفترض ان النادي الاهلي هو اللي يفوز. بس انا برضو نقطه مهمه جدا جدا جدا، انا ممكن يكون عندي اصرار وعزيمه وتركيز وروح، الاربعه دول مع بعض يدوا لك مكسب اي فريق، يدولك مكسب اي فريق. اتفرجوا على روح النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي يكسبوا بس ماتشين ثلاثه ورا بعض. عوده الروح مره اخرى. هي الروح مش غايبه ولكن يعني بتطلع بصعوبه شويه. انما لما الامور تمشي، ما احنا الامور للاسف في اوقات كتير تحس ان يعني مش معاك. الحظ مش راضي يديلك. اصابات وغيابات وبعدين ترجع تلاقي حد كنت انت معتمد عليه يروح متشال منك الفتره ديت، تنقص 3 4 لعيبه مهمين جدا في مراكز، فالعمليه بتبقى صعبه قوي، صعبه قوي قوي قوي. ولكن بس 2 3 بتكلم على 2 3 ماتشات مكسب مثلا، او 3 4 ماتشات ورا بعض مكسب، هتشوف الروح هترجع ازاي. الروح ابتدت ترجع، ابتدت ترجع، والروح ما بتغيبش، بس احيانا التعب الاجهاد، هل بيبقى فيه عنصر ملل مثلا بيخش في توقيت معين؟ ممكن. ولكن النادي الاهلي مفيش حاجه عنده اسمها ياس، عشان في ناس عايزه تسرب الياس من نفوسنا، سواء لجماهير او كلاعيبه، ويقول لك ان الموسم انتهى. الموسم ما انتهاش، الموسم ما زال في الملعب. وهفكركم بدوريات كتير جدا 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 من سنه 96 او 95، الكل كان بيقول ايه؟ ان الدوري رايح، الدوري ضايع من النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيقلب الاوضاع، والنادي الاهلي دايما كده. النادي الاهلي بيلعب حتى اخر نفس في المنافسه. تعودنا وتعلمنا ان انت تلعب لحد اخر ثانيه من عمر الماتش، من عمر بطوله، من عمر دوري، من عمر كاس. وياما حسمنا بطولات في الامطار الاخيره. إن شاء الله نادي الأهلي قادر بإذن الله على العودة لمكانه الطبيعي. بإذن الله اللعيبة اللي في الملعب دي، اللعيبة اللي في الملعب قادرة إنها تخرس كل الألسنة اللي بتتكلم عنها وعن النادي الأهلي وعن رموز النادي الأهلي. لعيبة النادي الأهلي في الملعب الرد المناسب على كل دول، أنتوا اللي هتردوا عليهم. لعيبة النادي الأهلي في الملعب اللي إحنا بنثق فيهم واللي ياما جابوا لنا بطولات، واخرها السنتين اللي فاتوا، هم نفس اللعيبه. احنا وراكم وبندعمكم وبندعم النادي الاهلي، ان شاء الله تجيبوا لنا البطولات اللي جايه كلها باذن الله رب العالمين. خلصت كلامي، عندي كلام كتير عايز اقوله ولكن مش وقته. ان شاء الله هنطلع فاصل وبعدين نرجع نستقبل نجومنا الكبار، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عربي، وكابتن عادل عبد الرحمن. انتظرونا. شريف، المباراه اللي فاتت النادي الاهلي الحمد لله بعد فوزه على الجونه، النهارده في مباراه مهمه ثانيه رغم الفوارق الفنيه، الا ان المباراه صعبه مع مصر المقاصه. احنا متفقين مع بعض مفيش مباراه سهله، انك عشان تكسب مش هتنزل تقول انا هكسب في اي وقت، وده اللي بيأخرك دايما في الفوز يعني. بالروح وبالجديه، والجهاز الفني عليه شك كبير جدا في المرحله دي، ازاي يتكيف مع الامور ويتكيف مع مستشفى الاهلي ويتكيف مع اللعيبه كلها والاستشفاء، وازاي ياخد من كل لعيب الماكسيموم بتاعه من دون ان احنا يحصل لنا ان كل مباراه بنطلع باصابات او بنطلع بنخسر حد يعني. لان الرجوع للملعب في اللعيبه اللي بتتعور بيبقى صعب قوي على فكره، وصعب قوي من اجهاد، وصعب قوي من رحله 3 4 سنين متلاحقه يعني. فكل التوفيق النهارده للعيبه اللي هتلعب، لاسلوب اللعب او الطريقه اللي هنلعب بيها،
لحاله اللعيبه البدنيه اللي هي الاساسيه اللي هي بترجم لك اي حاجه في الملعب. يعني انا طول ما انا واقف على رجلي كويس قوي اقدر افكر، اقدر ابني هجمه، اقدر العب لعبي. وفي الاول وفي الاخر احنا بنتكلم كابتن، كنت انا امبارح بتكلم مع كابتن اسلام ان احنا بنلعب كوره، يعني مش بنعمل حاجه كبيره. انا شغلتي في الملعب هنا لعيب كوره، كيف نفسي وكيف جمهوري، وانا نجم بلعب في قلعه كبيره جدا، تيشيرت غالي قوي، التيشيرت ده هو دايما اللي بيبقى الكبير في الملعب والكبير بره الملعب والكبير في كل حاجه. ف المطلوب من كل واحد انك انت بتلعب ومختار في نادي زي النادي الاهلي، ادي لعبك، انزل ابسط نفسك، انت رايح تلعب كوره، رايح تلعب جيم مذاع، جيم الناس كلها بتتفرج عليك، الناس بتسيب شغلها وبتسيب حياتها وبتسيب ده عشان تتفرج على الاهلي والزمالك والاسماعيلي والبيراميدز دلوقتي يعني والمصري، يعني في كذا فرقه والاتحاد، في كذا فرقه جماهيريه، الناس بتروح اليوم ده بيفضوا كل حاجه عشان يشوفوا المباراه دي. صحيح. رغم الظروف اللي بتمر بيها فرقه النادي الاهلي، بنتمنى لهم النهارده انهم يقدروا يترجموا مع فرقه مصر المقاصه الفوز السريع. الفوز السريع ده هيديك ارتياحيه في الملعب انك انت تلعب بانسيابيه، تلعب على قد عضلاتك دلوقتي اللي هي مشدوده، الحياه، الضغط اللي عليك، الضغط على الكل حقيقه مش عليك انت بس كلاعب. ف ال10 دقايق الاولانيين ربع ساعه يقدروا يريحوا الدنيا كلها. ده اللي بتمناه يعني النهارده. بتمنى ان اللعيبه تبقى في حاله ذهنيه كويسه جدا وقريبين من بعض بقى، ونتكلم فنيات بعدين. يا رب ان شاء الله. كابتن علاء، الفتره دي من اصعب الفترات في الدوري، بدا العد التنازلي. الحمد لله النادي الاهلي كسب المباراه اللي فاتت، عنده مباريات صعبه كل 3 ايام تقريبا مباراه. الفتره القادمه دي لا تحتمل انك تفقد اي نقاط. ولكن انت كل مباراه تفقد على الاقل نقول لعيب او اتنين. كويس؟ بس مواصله الانصارات في نفس الوقت تخفف عنك الضغوط شويه وبتبعت الضغوط للمنافس. الفتره اللي جايه دي جهاز فني ولاعيبه، ولا جهاز فني بس، ولا اللعيبه عليها دور اكبر من الجهاز الفني؟ اداره وجهاز فني ولاعيبه وجمهور. تاني. اداره وجهاز فني ولاعيبه وجمهورك. ماشي، دور كل واحد. هم دول اساس النجاح بتاعك في كل حاجه، بغض النظر على الفتره اللي انت فيها الوقت، هو ده اساسك. دايما كنا بنتكلم نقول النادي الاهلي، بنقول اداره بتوفر لك كل حاجه، اداره منتظمه، اداره قويه، كل الكلام ده، ادي اداره. مدير فني على مستوى عالي من الكفاءه، بيعرف يشوف انت عايز طريقه لعبه ايه، بيبدا ينفذ. لعيبه، عندك لعيبه على اعلى مستوى الحمد لله، حتى بعد الاصابات اللي بتقول عليها ايمن، لكن دايما في لعيبه تانية جاهزه وفرصه على فكره. يعني الاصابات بتبقى يعني اكيد حاله وحشه للعيب اللي جات له اصابه، لكن بتبقى فرصه، اللعيب محتاج فرصه بس هو يستغل الفرصه. هي فرصه مولد نجم جديد. هي بالظبط، هي دي كره القدم. لعيب فعلا بيجيله اصابه، يعني ربنا يشفيه طبعا ويرجعه بسرعه، عمرو السولية. ايوه، عمرو السولية كان لازم يصاب عشان لازم يريح، خلاص الموضوع منتهي تماما. احنا كل ماتش بنبقى حاسين ان يعني عمرو على اخره يا ايمن. أيوة. عارف يعني مزق في العضله الخلفيه، يعني خلاص العضله كانت مستهلكه تماما، مش شد، لكن هو مزق، ربنا يشفيه ويجيبه بسرعه. لكن انا شايف ان الاصابه دي لعمرو يعني فايده ليه، فعلا فايده لعمرو، وان شاء الله يرجع بحاله احسن بكتير ان شاء الله. بس خسرناه كفريق. اكيد طبعا عمرو لعيب من اللعيبه اللي ما نقدرش نستغنى عنها في الفريق خالص يعني. صحيح. لكن هي دي كره القدم، لازم تتعامل مع كل الظروف اللي انت بتحصل لك. لكن زي ما بقول لك، انا طبعا الاصابه مش حاجه مش حلوه، لكن انا على مستوى شخصي لا، هي الاصابه بالنسبه لعمرو ان شاء الله يرجع كويس وياخد الراحه اللي مش عارف ياخدها غصب عنه. انا عمرو زي ما انت بتقول ايمن لعيب موجود على طول في فرقتك، ما تقدرش تشيله خالص عمرو، فجات له كده يعني اصابه ما لهاش حل غير هي، ان شاء الله يتعالج ويرجع سليم ان شاء الله، واخد فتره راحه كويسه. ده اللي هنتكلم في الجهاز الفني. مدير فني جاي في توقيت صعب جدا، جاي في ضغط مباراة صعبه جدا جدا جدا، يتعامل ازاي مع الواقع؟ ما هو لازم يتعامل مع الظروف اللي هو فيها. يعني هو اللي انا متاكد منه ان هو جات له دهشه شويه من الظروف، من حاله الاصابات الفرقه وحاله المباريات المتتاليه، هو مش متعود على كده، هو متعود ان المباراه الراجل لسه ما كملش اسبوعين ثلاثه بالظبط، ما هو لعب كام مباراه، انت فاهمني يا ايمن؟ يعني هو في اسبوعين ثلاثه لعب كام مباراه، وكام مباراه صعبه جدا، وما فيهم اهلي وزمالك، وكلها مباريات
مباراه انت دخلت في مرحله انت مش مستعد تضيع النقطه، لا انت دخلت في مرحله، لا انت دخلت في مرحله مباريات كؤوس، كل مباراه ما لهاش حل تاني غير انك تفكر في مكسب. مظبوط. يعني طبعا النتيجه حاجه بتاعت ربنا، لكن انت بالنسبه لك كتفكير انا داخل عشان يعني النهارده المخص، كل احترام فريق المخص، على الورق ثلاث نقاط مضمونه، بس الكلام ده على الورق طبعا، بفرق امكانيات الكبيره بين الاهلي والمخص، بفرق الترتيب، بفرق كل حاجه، المهم الملعب، بفرق الدوافع، بفرق كل حاجه، المهم الملعب. على الورق ثلاث نقاط ما فيهمش اي خلاف، لكن الملعب هو اللي بيحدد. الملعب حاجه مهمه جدا جدا جدا، مدى توفيقك في المباراه. صح. هو يعني انت موفق ولا مش موفق النهارده، ممكن تعمل كل حاجه في المباراه لكن هو ربنا مش رايد. أيوة. فاهمني؟ لكن انت بتبقى عايز ايه؟ المباراه السابقه ما كنتش موجود لكن اتفرجت عليكم وعارف، عارف احساس اللعيبه وعارف احساسكم، بتدور على مكسب. أيوة. مكسب المباراه اللي فاتت خليتك هديت شويه. المباراه على فكره كانت عصبيه جدا واللعيبه متعصبه جدا جدا جدا، واضح على ده اللي كنت هكلمك عليه. الفتره اللي جايه ممكن بسبب الضغط اللي انت فيه والعصبيه اللي احيانا بيأدي بيها اللعيبه تحت الضغوط ديت، ممكن يكون الاداء فيه تباين. بالظبط. يعني ممكن ماتش تعمله، لا مش ماتش شوت. ممكن شوت بالظبط تعمله شوت. كويس شوت ما تعملوش كويس. بالزبط. بس الاهم النتيجه طبعا، اهم حاجه. بص يا ايمن، هو المباراه المتبقيه دي لازم النادي الاهلي واللعيبه يرفع شعار انا عايز الثلاث نقاط في كل مباراه. ده الاول. بالظبط. ثاني حاجه الاداء، لكن انا عايز النتيجه الاول. انا ما بفكرش في حلاوه اداء دلوقتي. المباراه السابقه بقول لك المباراه كانت صعبه جدا ومشدوده جدا واللعيبه كانت عصبيه جدا. لدرجه ان الشوط الاول مثلا كان فيه كم تمرير خاطئ مش طبيعي، اللي هو اللعيبه سهله واقفه لكن هي اللعيبه مشدوده. مباراه الزمالك عامله عليهم ضغط وعايزين يكسبوا على اساس ان لا مش هينفع ده على الدوري. بالزبط. ما ينفعش. بالزبط. فكل دي ضغوطات ايما على اللعيب، لازم تعذره، لازم تعذر لعيبه النادي الاهلي. ضغوطات كتير جدا، خساره مباراه القمه مؤثره عليهم ما فيهاش كلام طبعا، الاداء ما كانش حلو ده حاجه تانية، لكن كان لازم يكسب المباراه السابقه دي. فالحمد لله كسبتها بغض النظر عن الاداء. الاداء الشوط الاول زي ما بقول لك عصبي جدا، لكن ما بعد الهدوء والهدف اللي جه الحمد لله الامور هديت و2-0 الامور مشيت. معلش يا كابتن هطول عليك شويه. اتفضل. هو الجاهزيه بتاعت اللعيبه سواء فنيا او بدنيا كويس او نفسيا جهاز فني بس وهو طبعا جهاز فني وهو واللعيب نفسه. ما ممكن اكون جهاز فني ايمن موفر لك كل حاجه وحضرتك الناحيه الثانيه ولا مريح نفسك وتفكيرك في مش مباراه مش مركز مش عارف اهميه الوقت اللي انت فيه ده. ما هو كل ده انا مش هخش جواك، ده لازم حاجه منك انت. ما هو مدير فني بيعمل كل حاجه وعلى الجانب الاخر لعيب بيضيع كل حاجه، المعادله هتفشل. لكن لازم كله في طريق واحد. ده انا بقول لك ايمن اداره، عارف اداره مدير فني لعيبه مدير فني وايه كمان وجماهيرك. هو ده المربع اللي بيوصلك للبطولات، فما ينفعش يعني ضلع المربع ده يحصل له خلل. جماهيرك ما شاء الله المباراه السابقه حاجه جميله جدا ومعاك حتى الشوط الاول طلع 0-0، جماهيرك مؤازره تمام. ادارتك الحمد لله كل الثقه اللي فيها، الكابتن شد شويه وده طبيعي لان هو عايش الموضوع ده كويس، لكن واللعيبه عارفه كان لازم اكسب، حصل كل ده الحمد لله. الفتره اللي جايه انا بقول لك تركيز على مباراه كؤوس، تركيز مباراه كؤوس مش اكتر من كده، لكن مش من فرد واحد. يعني مش الاداره مركزه وقلبله ومشدودين وقلبين كل حاجه ومدير فني مش مركز، او مدير فني عامل كل حاجه ومركز عارف قيمه المباراه دي ولعيب ولبعض اللعيبه مش مركز. ما ينفعش، لازم كل المعادله تمشي صح. فعشان كده بقول لك ان شاء الله المباراه القادمه مباراه كؤوس. انا اسف طبعا للاطاله، بس هي الوقت ده وقت تكاتف كله. صحيح. مش فرد لوحده او مش حاجه فرديه. صحيح. خالص كله مع بعض. واهم عنصر في اللي انا بتكلم فيه كل ده لعيب الكوره، هو اللعيب هو ده العنصر الاساسي والمؤثر. لان كل الكلام ده ماشي، مدير فني هيشتغل وكل الكلام ده حلو قوي، في الاخر كله هيروح قاعد بره واللعيبه اللي هتنزل الملعب. اللعيبه تنزل الملعب تفكيرها ايه، تركيزها ايه، حالتها ايه، هم عايزين ايه. أيوة. وما يفكرش في النتيجه، دي حاجه بتاعت ربنا زي ما بقول لك، لكن انت جواك عايز ايه بس. ممكن لا قدر الله يحصل اي حاجه، لكن انت مادي اداء مش طبيعي، هتلاقي جماهيرك راحت مسقفه لك. هو ده ان شاء الله، ان شاء الله نكسب واداء كويس، بس في الاول زي ما اتفق معاك طبعا حاجه اسمها الاول مكسب ان شاء الله. صحيح. انت جواك عايز ايه يا كابتن اسامه؟ يمكن كابتن علاء قالها، ف النادي مصر مخصص في موقف لا يحسد عليه. فوارق الفنيه بينك وبينه كبيره. بس هو مش هيلعب تحت ضغوط. هو بيلعب دلوقتي هو يعني هو الاقرب للهبوط.
الان مصر المقاصه الاقرب للهبوط. فهم بيلعبوا باريحيه الفتره دي، بيلعبوا باريحيه، ما عندوش حاجه يبكي عليها، هيطلع كل اللي عنده. في بعض اللعيبه عايزه تعرض نفسها، بينما انت في النادي الاهلي مطالب بحاجه واحده بس، بقيه ماتشاتك كلها لازم تكسب. فبتلعب كانك بتلعب مباريات كؤوس، على امل ان المنافس بتاعك يتعثر فتقدر انت تاخد او تركب قمه الجدول مره اخرى. الفتره دي فتره صعبه، مطلوب من لعيبه النادي الاهلي، مطلوب من لعيبه الاهلي تركيز اكتر. انت اكنك في سباق 100 متر وداخل خلاص على المرحله الاخيره اللي هي بيقولوا عليها الفينيشنج او انهاء السباق. يعني انت لعبت 24 مباراه والمنافسين ليك الزمالك وبيراميدز لاعبين 26 مباراه، باقي لهم 8 وانت باقي لك 10. أيوة. تقريبا انت داخل في الربع الاخير من الدوري، لان انت بتلعب في الـ في السيزون السيزون الواحد 17 مباراه، في الاثنين في ال 34، يعني نصهم تقريبا 8 يعني. 8 في 4 32. ايوه. فانت داخل خلاص في ال 25% الاخيره او ال 25% المتر الاخيره من السباق ال 100 متر. الربع الاخير من السباق. الربع الاخير من السباق. فلازم تقرص على اقصى يعني درجه، ولا التفات لاي حد حواليك. ايوه. اللي بيجري في السباق ال 100 متر وبيحاول يقعد يدور على اللي حواليه هو اللي بيخسر. صح، هو اللي بيخسر. فانت سكتك زي ما انت قلت وكباتن قالوا وكابتن علاء وكابتن شريف، لازم تفكر في كل ماتش كانه مباراه كاس، وما تحسبش اللي وراها. يعني انا النهارده المقاصه اكنه بلعبه في نهائي الكاس، لازم اكسبه. لما اخلص من المقاصه ابتدي افكر في ماتش المقاولين. لكن نمره واحد ماتش المقاصه. انت قلت فرقه المقاصه يعني الاقرب للهبوط. انا مع احترامي الكامل لفريق المقاصه، وقبل كده في المواسم السابقه كان عنده نتائج كويسه، لكن انا اؤكد لك المقاصه هبط يعني رسمي. هو يعتبر باقي خلاص 8 مباريات وهو عنده 15 نقطه، واقرب واحد ليه من تحت عنده 23 نقطه. فالموضوع صعب جدا بالنسبه لهم عشان يتخطوا ثلاث فرق فوقيهم. ما هو عشان يقعد لازم يجيب ثلاث فرق تحتيه. فعلى الورق يعني يتقال انه ما هبطش، بس انا بقول لك من وجهه نظري الشخصيه المقاصه هبط وهو بيكمل الدوري، لانه لازم يكمل الدوري. في لعيبه هتعرض نفسها. صح. يعني تفكير الاداره اكيد خلاص هم مكملين وخلاص هم عارفين ان هم نزلوا للدرجه الادنى، لكن الماتشات دي بتبقى خطيره. صحيح فرق المستوى كبير، وطبيعي ان النادي الاهلي دوافعه اكبر، بيلعب على بطوله طبعا، عنده جماهير مستنيه، اداره، جهاز، كل الناس. يعني المباراه بتتلعب او قبل ما تتلعب الناس متاكده ان الاهلي كسبان. أيوه. بس ده في كره القدم مش واقع، مش واقع. او ورقيا وحسابيا يعني هتلاقي المقاصة عليه 34 جون، جايب 11 جون بس في 26 ماتش، نسبه ضعيفه جدا جدا، ولكن لا تامن لكره القدم. فلازم الامور تتاخد بجديه كبيره جدا. صحيح. انت احيانا لما بتيجي تلعب الفرق المنافسه الكبيره كجهاز فني او اداري او كده، مش محتاج تكلم اللعيبه، هم مشدودين لوحدهم، وهم كل واحد فيهم عارف المنافس بتاعه قوي قوي فمركز وبتاع. هي الخطوره في الماتشات دي اللي هي انا مش عايز اقول ملهاش، هي لعيبه النادي الاهلي محتاجه كلام يا كابتن؟ لا خلاص، ما احنا وصلنا للمرحله محتاجه طبعا، كل حد محتاج، بس انا اقصد احنا وصلنا لمرحله اللعيبه عليها عبء كبير جدا ولازم تبقى مركزه. صح. جدا. احنا قلنا احنا في اخر جزء من السبق او التلت الربع الاخير، فلازم كل واحد يشد نفسه على اقصى درجه، سواء من الراحه، النوم الكويس، الاكل الكويس، التركيز في الماتشات. والبطوله لسه في الملعب طبعا. ما هي البطوله في الملعب لسه بدري قوي. لا، ما هو البطوله في الملعب طبعا، البطوله في الملعب. بس في ناس بتحاول
يعني تيأس اللعيبه من دلوقتي. لا تيأس فاهم، تدخل جواهم خلاص بقى الدوري ده مش بتاعكم، والسنه دي كمان مش بتاعتكم، والفتره دي اللي جايه مش بتاعتكم. لا لا ازاي يعني، مش دول لعيبه نادي الاهلي ولا ده النادي الاهلي. يا ايمن كلنا طبعًا عشنا فترات المنافسين بتوعنا كانوا سابقنا بعدد من النقاط يفوقها. انت الفرق لو ان شاء الله الاهلي كسب الماتشين المتبقيين 3 نقط، دي نسبه قليله. والمنافس مباراة عمر مباراه والمنافس اللي هو الزمالك ليه ماتش مع بيراميدز اللي هم بينافسوك على الدوري. فالامور لا الامور متاحه يعني نسبتك زي الفرقتين التانيين للحصول على الدوري. واحنا اتحطينا في مواقف كانت اصعب من دي بكتير، كان فرق 10 نقط للمنافسين و11 نقطه وحصلناهم وخدنا الدوري كلنا، احنا كل الخمسه اللي قاعدين حصل لهم مواقف زي دي. فموضوع ان الدوري لا الدوري مازال في الملعب، مازال بنسبه كبيره جدا طبعًا. هو الامور متساويه بيننا احنا الثلاثه يعني طبعًا. فبالتوفيق للفرقه وزي ما انت قلت اللعيبه عليها عامل كبير جدا في المرحله الجايه باذن الله طبعًا. كابتن عادل الفتره دي زي ما قلنا فتره صعبه، فتره بتشهد غيابات واصابات كتير جدا. هل ممكن طبعا احنا بنشوف المدير الفني كل مباراه بتغيير، في تغييرات مش تغيير واحد يعني. غصب عنه طبعا بسبب الاصابات والغيابات. هل في الفتره ديت يقدر يدفع ببعض الناشئين من البدايه يعتمد عليهم في التشكيل الاساسي، ولا الفتره صعبه؟ هو انهي ناشئين ومين اللي بيتدربوا مع الفريق الاول؟ يعني المهم مستواهم ايه، هو يعرفهم ولا لا، هم جاهزين ولا لا. لاني انا ليه وجهه نظر، ايوه فن ادخال اللاعب للدرجه الاولى ده مدرسه لازم تعرفها. أيه. لانك انت ممكن تخسر بطوله وتخسر لاعبين. مظبوط. يعني لو مش في توقيت صح، لو ما اديتش اللعيب في التوقيت الكويس يبقى انت هتخسر. لو خسرت بطوله لا قدر الله هتخسر كمان لاعب. أيه. انت فاهم؟ أيه. فانت ازاي انك انت لما تيجي تكسب تكسب اكتر حاجه، ولما تيجي تخسر تخسر اقل حاجه. في حاجه عايز اقولها لك، اللاعب لازم يفهم حاجه مهمه دلوقتي. ايه بقى؟ انه الموضوع بايديه مش بايد مدرب ولا اداره. قول لي ليه بقى يا كابتن؟ عشان اهم نقطه اللي احنا دائما بنبالغ فيها طول عمرنا كل العاملين في الكوره في مصر، اللي هو تقول له العب بروح فلنتك. لا انا عايزك قبل ما تلعب بروح فلنتك، لا العب بروحك انت. ايوه بتحديك انت. انت عارف انت لما تبقى لعيب قوي هتكسبني، لما هتكسبني هيعود على نادية. انت فاهم؟ أيوة. انا بقول بقى لعيبه النادي الاهلي العب علشان انت في فتره حرجه. ايه الفتره الحرجه؟ دايما بقولها انه ما تديش المبرر ان انا اقول عليك انك انت لازم تتغير. انا بتكلم على الجمهور. انا بتكلم بلغه الجمهور في الوقت الحالي. بمعنى ايه؟ اي نعم كل الادارات بتشتغل بعقلانيه وبتشوف، لكن في حاجه في كرة القدم اسمها مكسب وإرادة. إرادة المكسب، إرادة النصر. بالظبط. أنت ممكن ما يبقاش عندك إرادة النصر، فممكن أغيرك عشانها، ممكن تبقى لعيب كويس لكن ده اللي أنا قلته للكابتن أسامة، حتة إرادة النصر وحتة إن أنت ناس تدخل جواك. لا خلاص يعني حتة اليأس، حتة إن الفترة دي يحاولوا يهمدوك شوية. اللعيب عاوز يفهم يا كابتن، في الفترة دي اللعيب عاوز يفهم، يفهم محتاج تعامل نفسي. يفهم. انا بقول الفتره دي عند المدرب دي فتره النفسي، لا احمال لا تدريب، نفسي وفيديو. قصدك انت قصدك مش حته لا تدريب، ان لا احمال تدريبيه يعني، مش لا تدريب يعني مش تدريب يعني. يقصد احمال. أيوة مش عارف. لا تدريب بمعنى ايه يا كابتن؟ انت عندك ماتش يوم السبت. مظبوط. انت عندك كام لاعب مصاب؟ عندك فرقه 12 لعيب او 13 12 لعيب. انت تعمل ايه في الفتره دي؟ هتخلص الماتش النهارده بالليل الساعه 11 بالليل. يا ريت يعني تطلع من من الاستاد الساعه 12 وشويه، عندك ماتش بعد بكره. يعني انا ما اقدرش اعمل لك استشفاء في الوقت ده. مظبوط. هو لازم يتعمل، لكن ما اقدرش اعمله لك عشان دي فتره نوم، عشان ما غيرلكش، عشان ما غيرلكش برنامج النوم بتاعك المفروض يعني. أي. في حاجات كتير قوي الناس مش واخده بالها منها فيها. صحيح. دي يعني انا دلوقتي لازم اطلع، انا عندي يومين لازم اطلع اعمل استشفاء. أيه. هعمل استشفاء على حساب النوم.
بمعنى ان انا هخلي اللاعب ما ينامش الاثنين ثلاثه عقبال ما اعمل له استشفاء، ابوظ له برنامج النوم بتاعه، فانت في مشكله كبيره. فعلشان كده بقول لك اللاعب لازم يفهم هو فين وهو منين جوه النادي في الوقت الحالي. الوقت الحالي اللاعبين لازم يعرفوا ان هم في مرحله شك، كل لعيبه في العالم كده يا كابتن ايمن. ايوه كابتن. مرحله الشك اللي هي انهي؟ مرحله الشك في انك انت ادائك مش مميز الايام دي، لازم تشد حيلك، لازم تبقى قوي، لازم تبقى بتلعب بروح فلنتك وبروحك اكتر بقى من فلنتك. ودي اللي انا عايز من لعيبه النادي الاهلي الفتره اللي جايه، لان الموضوع صعب قوي. صحيح. على جمهور النادي الاهلي. صحيح. انك تخسر بطولتين ورا بعض. كلمه واحده ما جاوبتنيش على سؤالي. قول يا كابتن. هل يدفع ببعض الناشئين؟ ما انا قلت لك لا. طب نشوف التشكيل. كان بيتكلموا ده ايه كل ده؟ انا عايز جزئيه يرد عليها. هو قال لك لا، هو اصل هو قال لك لا. بعد كده اديله ثلاث اجابات يقول صح. هو اصل هو عادل بيتكلم، عادل يجاوب على السؤال بالمنطق الصح طبعا. انا بتكلمه على ايه يا كابتن؟ الموضوع ازاي لا هتقول تاني اوعى تقول تاني. لا انا بتكلمه. بص يا كابتن بقول له حاجه مهمه قوي، لما تيجي تخسر اخسر اقل حاجه. انا عارف يا كابتن طبعا. ما تخسرش يعني اللاعب الناشئ لازم يتشال الاول. توقيت الناشئ مهم جدا. هو في حاجه بس للناشئين ممكن عادل انت ايدك فيها اكتر. الناشئ ده انت مش هتقدر تقول له ايه روح الماتش ده بقى انت على الماتش اللي بعده. لا لازم اعمل له معايشه مع الفريق الاول مستمره الفتره دي عشان الاقيه. الاقيه بدنيا، الاقيه زي ما بيقول عادل ذهنيا، الاقيه بيسمع الاسلوب اللي الناس دي ماشيه بيه. اتفضل قول الفكره. طيب نخش بقى على التشكيل. عندك مفاجاه في لا هنشوف التشكيل ونشوف طيب. الكلام ايه اخباره وهنطلع بعد كده فاصل ونشوف بعد الفاصل النادي الاهلي هيلعب ازاي. تشكيل النادي الاهلي: محمد الشناوي حارس المرمى ورباعي خط الظهر، كريم فؤاد، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، محمود وحيد. قدامهم ثنائي خط وسط دفاعي: اليو ديانج ورامي ربيعه. رباعي المقدمه: قفشه، محمد فخري، احمد عبد القادر، حسام حسن. مره ثانيه: محمد الشناوي لحراسه المرمى، كريم فؤاد، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، محمود وحيد، رباعي خط الظهر. قدامهم ثنائي خط الوسط الدفاعي: اليو ديانج، رامي ربيعه. ورباعي المقدمه: محمد مجدي قفشه، محمد فخري، احمد عبد القادر، وحسام حسن. وهنشوف مع نجومنا الكبار النادي الاهلي هيلعب ازاي. احتياطي النادي الاهلي النهارده: علي لطفي حراسه المرمى، محمود متولي، حمدي فتحي، وليد سليمان، علي معلول، محمد محمود، لويس ميكيسوني، محمد هاني، وزياد طارق. اتمنى التوفيق لجميع لاعبي النادي الاهلي النهارده لتحقيق المكسب. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد الفاصل، انتظرونا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، تغييرات في الطريقه وتغييرات في اللاعبين. داخل محمود وحيد من بدايه المباراه، اليو ديانج لعب الماتش اللي فات لما لعبنا 3 4 3 في ماتش المباراه الماضيه، وبدا فيها رامي ربيعه بيلعب النهارده على الورق في نص الملعب. بادئ بناشئ من ضمن الناشئين الموهوبين ان شاء الله نتمنى له التوفيق، محمد فخري. هو إراحة علي معلول ومحمد محمود محمد محمود وحمدي فتحي سوري ده مطلب من خمس ست ماتشات. تدوير في الفرقة، اوكي، تجربة احد الناشئين ودخوله ثقتهم فيه ان هو راجل عنده كوره، في لعيب يبقى عندك تحت في الناشئين واخد الشكل، بس تحس انه لو لعب في الفريق الاول امكانياته هتبقى تبان اكتر، وده اللي بنتمناه له النهارده يعني. عندك كريم فؤاد نفس الشكل، بس انت هتلعب اربعه بقى ورا، لان محمود وحيد وكريم فؤاد ليس هما بطريقه 3 4 3 اللي احنا كنا بنلعب، ففي طيب. تغيير في الطريقه كمان. البدء بفخري في المباراه زي ديت في توقيت مناسب. خلاص انت عندك تدوير في كل حاجه. انا مثلا او اراء لا انا بسالك توقيت مناسب. توقيت مناسب طبعا. في الفتره دي انت تستحمل اي حاجه، مع انك انت كفريق لم تترك لنفسك فرصه ثانيه. ايوه
انت ما اديتش لنفسك فرصه تعادل ثانيه ايوه ولا خساره. يعني احنا في موقف زي ما كلنا قلنا كؤوس. ايوه فالظروف هي اللي بتخليك تعمل حاله التدوير دي او تبحث على حد يشيلك الفتره اللي جايه. فهنتكلم بقى على محمد فخري لو توفق النهارده زي ما كلنا توفقنا باذن الله واحنا يعني كنا في بدايتنا. هتشوف زياد طارق ورجله دايسه في الملعب وعنده ثقه والكلام ده ممكن يكون ممكن دول محمد محمود معاهم ممكن دول اللي الكره تجيبهم الماتشات تجيبهم الاشتراكات تجيبهم. وعندك انا في واحد دايما اقول ايه ما لعبه 30 40 دقيقه اخد الماكسيمم منه وليد سليمان. يعني يلعب ها بكوره او بتصويبه او باحساس الخبره اللي موجوده ده معاده مثلا يكون موجود في الفرقه يعني. انما مسميات اللعيبه واختيارات اللعيبه وكده ده شيء للجهاز الفني اللي هي اللي هو شايف الرؤيه دي. وهي مش تجربه بس يعني هو امر احنا محتاجينه بجد. وكل الفرق دلوقتي بتطعم باثنين ثلاثه بالناشئين مش بتطعم بواحد بس لا بيطعموا باثنين ثلاثه ناشئين. انت لازم تاخد التجربه دي ولازم تستحمل حلاوتها ومرارتها وفي الاخر انت الكسبان. ايوه يعني فخري النهارده لو لعب 60 70% انت توفق انت الكسبان باذن الله. زياد لو نزل وقدم ده ساعات بيغير مباراه قبل كده انت الكسبان. عوده محمد محمود للاحساس بالملعب ورجليه او اصابته خلاص ينساها نفسيا ويلعب الحته اللي بيلعبها ربيع النهارده اللي هي الاختراقه والدخول على 18 والتصويبه والانفرادات والوانتو ويخش تاني التركيز في الحكايه هو محتاجها. وانت محتاج لو نجحت في اي واحد من الثلاثه اللي قلت لك عليهم دول مكسب ليك. نجحت في ربيع النهارده انه يشيل التعب بتاع فتحي وغياب سليه ومحمود متولي برضو عنده اصابه كبيره والكلام ده بيحاول يرجع. لو ربيع شال النهارده في النص مكسب ليك. ربيع عمل لك هدف الماتش اللي فات والثقه بتاعته ارتفعت ومعنوياته ارتفعت. صحيح نستغله النهارده في الشكل ده وكورته كويس. ايوه بيعرف يطلع واحد واثنين ويباصي ويرقص ومميز في الرقصيات وبقاله كام سنه بيلعب كوره. أيوة. فهمتني دي كلها احنا الفريق محتاج الحاجات دي ومحتاج في نفس الوقت الالتزام. وبالنسبه لايمن اشرف وياسر ابراهيم ها الصح مفيش النهارده صح صح. انا فلسفة. البلاي ميكر مفيش انا الثقه الزايده الصح كرة ابتسامة اطلع كريم فؤاد اطلع محمود وحيد واخد مكان محمود وحيد ما يبقاش عند محمود وحيد مشكله اتزنق ومفيش كله ممسوك برجع له تاني بيدور تاني ونبتدي هجمه من جديد. الثقه مع التسليم الصح هم دول اللي مطلوب من الديفنس الورا لان ما اعتقدش ان فرقه المقاصه ممكن تاذيك الا باخطاء منك. صحيح خد بالك يعني احنا بنشوف انا اتفرجت عليهم امبارح بيعيدوا ماتش مع طلع الجيش تعادلوا وشفت اللعيبه بتلعب ازاي ما راحوش للجون ولا عملوا الا باخطاء طلع الجيش. مزبوط. طلع الجيش بيلعب عشوائي كان وهو اللي بيهاجم وبيعمل طويل موجود. أيوة. بيعمل قصير موجود. أيوة. بيحاول يوصل لغايه ال 18 ويجيب لحد يصوب موجود. هم في حاله دفاعيه وفي حاله روح جامده جدا الى ان الهدف يحصل. بالظبط بتلاقي الحكايه كلها اتغيرت حاجه. فانت من الماتش اللي فات وانت مديني صوره انك انت عندك روح وعندك زمام الامور وبتتحكم في الاسلوب وبتفكر وخصوصا الشوط الثاني الماتش اللي فات ومش الشوط الاولاني بس انت ما بتنهيش الهجمه صح. انت بتوصل ما عندكش مش مركز في انهاء الهجمه صح. حلول صح. النهارده عندك لعيب جديد ممكن يكون عنده جديد ويضيفه زي فخري وينهي صحيح حسام حسن من مباراه لمباراه الاحساس بالمكان والتحركات قفشه والتعامل بقى مع عبد القادر وحسام حسن صحيح. هو ده النهارده ده المكسب بتاعك اللي انا بتمناه يكون لو هتلعب ضاغط من الاول يكون في اول ربع ساعه تنهي المشكله. صحيح. طيب خلينا كابتن علاء قبل ما اكلمك على الطريقه اكلمك على التشكيل. تشكيل مناسب للماتش النهارده ولا كنت تتمنى حد من الاساسيين؟ بص هي بتبقى في وجهات نظر بعض المدربين قد تبدو مختلفه شويه، يعني يقول لك ايه؟ لا انا عندي اللعيب حتى لو مثلا هو لعيب مجهد وعايز اريحه اخد منه شوط ابدا بيه. اخد منه 60 دقيقه. بس المهم ابدا بيه. اي ممكن احسم الماتش في خلال المده ديت وبعدين هو يطلع يريح بعد كده. بس في لعيبه وجهه نظر بس في لعيبه خلاص يعني حتى استهلكت خلاص استهلكت تماما تتعب حتى من القعده بره. يعني انا عاجبني النهارده يعني التشكيل ده انا عاجبني هو مناسب لمباراه النهارده. ايوه
خصوصا اراحه علي معلول، واتمنى ما لعبش خالص النهارده والمباراه تمشي ان شاء الله في صالح النادي الاهلي. مهم جدا علي معلول من اللعيبه اللي محتاجه تريح، لازم تريح. يمكن ما اعرفش انا، يمكن عندي بس يمكن اختلاف مع محمد، في محمد فخري، مع ان محمد فخري لعيب كويس على فكره. انت بتفضل زياد مثلا؟ بتفضل زياد ناحيه اليمين وعبد القادر، يعني زياد يمكن مهاريا اعلى، لكن هو فخري فيه ميزه بدنيا قوي وبيجري كتير، لعيب كويس، يمكن هو عايز ياخد الفاضي، ياخد الشويه دول، وغالبا زياد من اوائل الناس اللي ممكن يبقى ليها فرصه زي ما كابتن شريف كان بيتكلم. لكن انا شايف التشكيل مناسب جدا مباراه النهارده، 4-2-3-1 واضحه، واتمنى تبقى كده. مش عايز اشوف محمد مجدي زي الشوط الاول الماتش اللي فات، يعني متطرف او راس حربه تاني، او محمد مجدي للمره مليون مش نوعيه اللعيب اللي بيستلم وظهره للمرمى وظهره للمنافس. محمد مجدي لازم يبقى شايل مواجه صحيح. في واحد يكون يستلم بظهره بيتعمل هايل، وغالبا بيبقى يعني بيبقى المهاجم اكتر صحيح. لكن محمد مجدي نوعيه لعيب محمد مجدي لا، دايما بحب استلم وانا شايف الملعب شايف، لكن بستلم بظهري بضطر الف واعمل مجهود زياده، لكن بتمنى ان شاء الله يلعب في مكانه النهارده باذن الله. محمد عبد القادر بس يعني همسه كده في ودنه، دور على السهل وبعدين ايوه بالظبط المهاره بتاعتك بالظبط، يعني العب سهل الاول وبعدين المهاره ازاي تظهرها في الوقت وفي المكان المناسب، دي اهم صحيح. حاجه في اللعيب المهاري صحيح. اللعيب المهاري مش شغال، مش من نص الملعب بيبدا مهارته خالص بيتعب، لكن اللعيب المهاري ذكائه امتى جزء مهم، امتى استخدم مهارته دي وفين بالظبط، يعني التلت الاخير هو ده وقتك يا عبد القادر، لكن مش في نص الملعب لا لا خالص، هو ده وقتك، ده الحته بتاعتك، دي الميزه اللي عندك. نص الملعب بيستهلك بدنيا بدري طبعا، يعني لازم يا ايمن انت ربنا مديك موهبه غيري او غير كابتن شريف، خليك ذكي، وامتى ابين الموهبه دي امتى، امتى دي حاجه وفين بقى المكان، اهم حاجه المكان، المكان المؤثر هو ده الصح صحيح. ده المهم اللي عبد القادر بتمنى ان شاء الله يعمله النهارده، لكن تشكيل مناسب جدا، بتمنى توفيق محمود وحيد فرصه، وزي ما بنتكلم كلنا في الاستوديو هنا لازم استغل الفرصه صحيح. الفرص ما بتجيش كتير صحيح. لكن استغل الفرصه، كريم فؤاد يعني مباراه ثانيه بيبدا النهارده، بتمنى التوفيق لكريم، موجود علي معلول، موجود محمد هاني، موجود متولي ان شاء الله بقى ليه وقت النهارده، هو غالبا لو الامور مشيت زي في دماغ مستر ريكاردو هيريح كل دول، هتلاقي النهارده في متولي، هتلاقي في هتلاقي زياد اكيد، هتلاقي محمد محمود ان شاء الله، بس الامور تمشي زي ما هو راسمها، ما كل مدير فني بيبقى راسم كده هو عايز ايه مباراه، انا هعمل ايه، لو الامور مشيت وفي اهداف والامور بقت هاديه بالنسبه له، فرصه اريح ناس والناس ناس المجهده وادي بقى فرصه الناس عايزه مباريات. محمد محمود نفسي اشوفه يلعب مباريات، لان لعيب انا بثق فيه جدا، متولي نفس الكلام، فان شاء الله الامور تمشي زي ما هو راسم بالظبط، ويبقى ليهم فرصه كويسه باذن الله. كابتن اسامه مش هنتكلم برده على الطريقه، هنتكلم بعد الفاصل، ولكن رؤيتك الفنيه لتشكيل النادي الاهلي النهارده والتغييرات اللي حدثت عليه. ما هو مش هنتكلم على الطريقه، هنتكلم على الطريقه بعد الفاصل، يعني في فاصل بعد شويه، ما هو مفيش وقت ان احنا نتكلم على الطريقه، انا بكلمك على رؤيتك الفنيه لتشكيل النادي. لازم اقول الطريقه، ما انا لا ما هنتكلم، لا انا بتكلم على التشكيل، هل هو ده التشكيل الامثل من وجهه نظرك؟ انا مش عارف، هو ممكن يلعب بالثلاثه ورا، يعني هو خلي بالك من مباراه الزمالك الشوط الثاني وهو بيلعب 3-4-3، يعني ممكن برضو يفضل ايمن اشرف، يعني انت قصدك ان رامي ربيعه يرجع ورا، هيبقى يمين ممكن، ووحيد وكريم فؤاد وياسر ابراهيم وايمن اشرف، لان رامي ربيعه كان واخد اللي هي قلب الدفاع ناحيه الجانب الايمن الماتش اللي فات، واجاد فيها وكان بيطلع يسرد نص الملعب، وطبعا الضربه الثابته دي طبعا دي طبيعي في اي طريقه جابها جول، فهو ممكن يلعب بكريم فؤاد ووحيد طرفين والثلاثه دولت، ويرجع واحد من قفشه او محمد فخري جنب اليو ديانج زي الماتش اللي فات، زي الماتش اللي فات. ما هو الشوط الثاني شفنا تغيير الماتش اللي فات يا ايمن، بص من ماتش الزمالك يا ايمن الشوط الثاني هو نزل محمد عبد المنعم ولعبه جنب حمدي فتحي وياسر ابراهيم، لعب ثلاثه قلب دفاع ايوه مظبوط، وحرر علي معلول واحمد عبد القادر بعد ما غير هاني الماتش اللي كان ماتش الزمالك أيوه. الماتش اللي فات لعب بياسر ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه الثلاثه، ولعب علي معلول وكريم فؤاد على الطرفين على يعني الخمسه، يعني يعتبر هم القلب، وعمرو السولية وحمدي فتحي في القلب أيوه. ممكن جدا النهارده يعمل كده، يخلي ايمن اشرف وياسر ابراهيم ورامي ربيعه زي ما هم، وهيخلي محمود وحيد على الطرف وكريم فؤاد، وهيرجع واحد جنب اليو ديانج يا قفشه يا محمد فخري،
واحمد عبد القادر وحسام حسن وفخري او قفشه ممكن يعمل كده، لان هو عمل كده في اخر ماتشين، اخر ماتشين من الشوط الثاني بتاع الزمالك. ما هو لو رجع فخري يبقى قفشه بعده برده عن مصدر ممكن يبقى قفشه يعني. لان هو عمل مع قفشه كده في ماتش الزمالك. ايوه الشوط الثاني، الشوط الثاني الماتش اللي فات برده، الشوط الثاني في ماتش الزمالك لما عمل تغييرات في نص الملعب رجع ديانج وقفشه، رجع قفشه جنب ديانج. ايوه انا بقول لك ممكن يعمل كده، وممكن تمشي 4 2 3 1 زي الرسمه زي الطبيعيه، ان رامي ربيعه يبقى جنب اليو ديانج والاربعه الاماميين دول. فدي مش هقدر احكم فيها دلوقتي غير لما اشوف المباراه، يعني هو ممكن ده يبقى تفكير عنده، ممكن ده يبقى تفكير عنده. ايا كان التشكيل في ناس اضطراريه ريحت، وفي ناس يعني ده جزء من مباراه هم اللعيبه دول يا اسامه. ايه اكتر ده ماتش الدور الاول يا كابتن؟ ماتش الدور الاول، الدور الاول ايوه عليهم اللعيبه اللي ما هي موجودة. هي المشكله مش في كده، ما احنا كل مره بنقول نفس الموضوع. ده سؤال مهم. الطريقه تاني مش هي اللي بتكسب. صحيح. المهم تنفيذ اللعيبه دي تليق عليهم انهي طريقه. ماشي صح. انت من وجهه نظرك انا شايف 3-1 انا 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 شايف ان انسب طريقه ماشيه مع النادي الاهلي بقى له سنتين ثلاثه اللي هي 4-2-3-1، لكن في ماتشات كتيره سواء مع موسيماني او مع مستر سواريش لعبوا 4-3-3 ولعبوا 3-4-3. فانا بقول لك عشان كده مش قادر دول اكيد بتكلم على اللعيبه اللي بتلعب النهارده ايا كان. طيب بعد اذنك يا كابتن اسامه نقول بس تشكيل مصر المقاصه ماشي، وبعدين نروح لفصل ونرجع لكم مره ثانيه. تشكيل مصر المقاصه النهارده: رمضان مصطفى لحراسه المرمى، رباعي خط الظهر خالد صلاح، احمد منعم، احمد عيد، مصطفى عادل. ثلاثي وسط الملعب: سيرجي اريك، علي المصري، محمد محسن، وثلاثي المقدمه: محمد عادل، محمود فهمي، هشام حافظ. على الورق 4-3-3، لكن هل هنشوف 4-3-3 في الملعب؟ اعتقد لا. البدلاء: احمد طارق سليمان، علي فتحي، حسام عبد الواحد، كريم حلاوه، محمد مسعد، جون افري، محمد الضرب، محمود عادل، واحمد رأفت. نروح لفاصل، نرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، انتظرونا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن عادل نستاذنك نقول التشكيلين وبعدين نرجع للكابتن كابتن ماشي. طيب تشكيل النادي الاهلي النهارده: محمد الشناوي لحراسه المرمى، رباعي خط الظهر كريم فؤاد، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، محمود وحيد، ثنائي خط الوسط الدفاعي اليو ديان ورامي ربيعه، ورباعي المقدمه محمد فخري، محمد مجدي قفشه، احمد عبد القادر، و حسام حسن. احتياطي النادي الاهلي: علي لطفي، محمود متولي، محمد هاني، علي معلول، وليد سليمان، محمد محمود، لويس ميكيسوني، حمدي فتحي، وزياد طارق. زي ما شايفين كابتننا بيتكلموا فني 4-2-3-1 ده اللي على الورق. بالنسبه لنادي مصر المقاصه على الورق برضو 4-3-3: رمضان مصطفى لحراسه المرمى، رباعي خط الظهر خالد صلاح، احمد منعم، احمد عيد، مصطفى عادل، ثلاثي وسط الملعب سيرجي ايريك، علي المصري، محمد محسن، وثلاثي المقدمه محمد عادل، محمود فهمي، هشام حافظ. على الورق 4-3-3. البدلاء: احمد طارق سليمان، علي فتحي، حسام عبد الواحد، كريم حلاوه، محمد مسعد، جون ايفري، محمد الضرف، محمود عادل، واحمد رأفت. كابتن اسامه ليك وجهه نظر في تشكيل النادي الاهلي وطريقه اللعب. انا قلت لك ان احتمال ان راجل تبقى 3-4-3 بس لما نشوف الماتش، وممكن تبقى 4-2-3-1 لانه انا قلت لك اخر ماتشين من الشوط الثاني بتاع الزمالك وهو بيلعب 3 في في العمق ورا. الاقرب من وجهه نظرك يلعب ازاي؟ انا الاقرب بقول هيلعب زي ما بيلعب اخر ماتشات 3-4-3. رامي هيبقى في المكان ناحيه اليمين مش في نص الملعب الاقرب، بس الله اعلم. وكريم ومحمود وحيد على اساس ان محمود وحيد وكريم يفتحوا الملعب او الخطوط ويلعبوا زي اجنحه ويدخل لجوه احمد عبد القادر ومحمد فخري وفخري يعني، لكن ممكن يلعب 4-2-3-1 زي ما قلت لك. ايا كان المهم مش الطريقه، المهم لازم يبقى فيه روح عاليه جدا
اصرار، كتله، الفرقه تبقى كتله واحده. الماتش اللي فات عجبني ان رامي ومحمد عبد المنعم وياسر كانوا ضاغطين قوي، مظبوط، مش عاملين عمق الطويل اللي احنا بنتكلم عليه على طول. كانوا يمكن بعد الدايره بتاعه المنافس اللي هو الجونه لما كانت الهجمه تبقى معانا كانوا قافلين قوي. ونفس الشيء النهارده مفروض انه سواء لعبنا اربعه ورا او ثلاثه لازم يضغطوا على ديانج او اذا كان رامي ربيعه في النص ويزق لقدام عشان يبقى يحصل كثافه داخل ال 18 من احمد عبد القادر ومن قفشه وفخري وحسام حسن عشان حسام حسن ما يتسابش لوحده. أيوة. ثانيا ممكن جدا هتلاقي فخري لانه فخري اسلوب لعبه يعني ربنا وفقه طبعا هو من الناشئين ما عندوش سرعه قوي في الاطراف يعني ممكن جدا تلاقيه بيدخل للعمق عشان يفضي مثلا ناحيه كريم او ناحيه محمود وحيد حسب الاتجاه اللي هو بيروح فيه فممكن يكون بيدخل للعمق شويه ف عشان كده بقول لك الطريقه مش هي الموضوع لكن روح اصرار كتله واحده ضغط شديد قطع الكره بسرعه استغلال الفرص كل الامور دي اهم من الشكل او الطريقه اللي الراجل هيلعب بيها. ثانيا ان فرصه اللعيبه سواء صغيرين احيانا انت بتضطر تدي فرص للعيبه صغيرين واحيانا بتبقى الامور ماشيه كويس قوي فانت بتدخل واحده واحده لكن الفرصه بتيجي وجت المفروض اتشبث بيها اتشبث بيها. نفس الشيء مش لفخري بس لاي حد سواء صغير من اللي هو زي زياد وفخري وكده او اللعيبه اللي ما كانتش تلعب كتير محمود وحيد حسام حسن كل دول كانوا فترات يقولوا احنا ما بنلعبش. محمود وحيد راجع من اصابه برضه لا يعني انا اقصد انه مفروض انه اصابات زي يعني ربنا يشفي عمرو السوليه او شريف او اللي هي كانوا بيلعبوا اساسيين الاصابات بتبقى فرصه لناس تانية عشان تلعب وتثبت نفسها فلازم تتشبث بالفرصه. صحيح. الصغيرين ماشي الافضل يلعبوا في وقت مريح ولكن برضو انك بتتاح ليك فرصه انك تلعب برضو لازم تعبر عن نفسك وتوري الناس ان انت لعيب كويس ان شاء الله يعني بالتوفيق ليهم جميعا يعني باذن. يروح للكابتن عادل ولا اتفضل كابتن عادل. بقول لك يا كابتن عادل عايزك تفهم الناشئين كمان اللعب فوق يا كابتن علاء فاكر كمان يعني هتقول طب اديله فرصه لا انا عادل ده فرد ايده كده خلاص يبقى فيها ساعتين اللعب فوق تشكيل نادي الاهلي. انا من وجهه نظري يعني كابتن شريف قال كلمه مهمه عجبتني قوي قال باللعيبه دي انت شايف ممكن ايه الطريقه اللي تناسبهم لانه المدرب ما بيحطش التشكيل او ما بيحطش طريقه اللعب امكانيات اللاعبين هي اللي بتحط طريقه اللعب القماشه بتاعتك هي اللي بتحط طريقه اللعب اساسا على اللاعب انت بتعمل التكتيك يعني انا اتمنى ده حته من عادل بقى يعني اتمنى ان هو يلعب بنفس الشكل ده يلعب 4 2 2 2 بمعنى لما يبقى قفشه وفخري قدام اليو ديانج ورامي ربيعه ايوه واحمد عبد القادر وحسام حسن بيبقوا جنب بعض لكن عبد القادر تحته شويه هتقول لي الاطراف ها الاطراف بتاعت كريم فؤاد وبتاعت محمود وحيد وبتاعت عبد القادر شويه من ناحيه الشمال لكن انت هيبقى عندك مشكله ناحيه اليمين اللي هيطلع فيها فخري شويه فخري عنده زي ما قال الكباتن قالوا يعني فخري مهاري جدا نظره فوق نقف بس هنا شويه انت بتقول ايه المدير الفني لما بيجي انا بقول لك على وجهه نظري لا ما انا عارف مش على المدير الفني لما بيجي مدير الفني بيعمل اسلوب اللعب وطريقه اللعب على حسب الكواليتي اللي عنده طبعا كويس طبعا وفي مدربين او مديرين فنيين يبقى عندهم فلسفه خاصه بيصمموا ان هم يوصلوها للعيبه يعني مثلا فرضا يعني او مش لا سوري مثلا بيعمل كده مثلا كابتن حلمي طولان حلو كابتن طارق العاشر تمام هم عندهم فلسفه بطريقه خاصه كل ما بيروح مع فريق بيحاول ينفذ الفلسفه دي كويس بس كابتن حلمي غير طارق العاشر اما انا عارف طبعا ده ليه اسلوبه انا عارف يعني ايوه طبعا بس انا بتكلم على ايه ان هو ليه فلسفته الخاصه تمام مهما كان نوعيه الكواليتي اللي معاه لا انا عايز اطبق الفلسفه دي تمام المدير الفني للنادي الاهلي اعتقد ان هو الكواليتي عنده جيده عالية. جدا اعلى بحيث ان هو يقدر يلعب باي طريقه مش دلوقتي مش الفتره دي مش في الوقت ده
مش في الاصابات دي، مش في الضغط المباريات دي بالارهاق ده مثلا. ما ينفعش انت تلعب بالطريقه اللي انت عايزها. الكمال في اللعب ما تقدرش تعمله طول ما انت عندك نقص، او في الوقت اللي انت ما عملتش اعدادك بنفسك، ما جلبتش لعيبتك بنفسك، ما عينتش اللعيبه من بدايه السنه عشان يحفظوا لعبي وطريقه لعبي من البدايه. يلعب 3 4 5 6 ماتشات. انت بتتعامل مع الواقع بقى دلوقتي. انت بتتعامل، بص يا كابتن، مدرب الطوارئ خلي الكلمه يعني مهما حصل طالما جاي في وسط السنه انت اسمك مدرب طوارئ. حصلت معايا وحصلت مع مدربين كتير. احساسك انت كمدرب لما بتيجي اول حاجه بتفكر فيها ايه؟ المدرب الذكي اللي اول حاجه لازم يشتغل في جزئيتين بس، النفسي بدني لا، النفسي والمحاضرات. انا قلتها لك قبل كده وبدوس عليها، لان احيانا لعيبه منك بتتعور كتير قوي، وخلي بالك في مدربين بيقعوا في الخيه دي. عارف انهي؟ انك انت اول ما بتيجي النادي كمدرب، انت اول ما بتيجي النادي كمدرب اول حاجه بتعملها ايه؟ اللعيبه بتشد حيلها قوي وبتموت نفسها عشان تثبت لك ان انا جدير واللي انا العب. المدرب الذكي اللي يخرج اللعيبه من المنافسه دي، بمعنى اقولها لك ببساطه بس انا عايز بس المعنى بس، عشان البعض ممكن ياخد المعنى غلط في حته مدرب طوارئ. هو مدرب جاي هيشتغل مده، مدرب طوارئ اسمه يا كابتن، مفيش حاجه اسمها جاي يشتغل. كابتن عادل انا بكلمك في مدرب سنه ونص. ايوه ماشي، ان لكن هو جاي في نص السنه ولا جاي في اول السنه؟ أيوة. انت اللي عملت الاعداد. عارف يعني مدرب طوارئ؟ انك انت لا تختار اللاعبين، لا تعمل فتره الاعداد، ده اسمه طوارئ في كل حته في العالم في كره القدم. جاي مده معينه مثلا، يعني لو قلنا مثلا كابتن سامي ومحل فتره معينه ممكن مدرب طوارئ. نقولها بشكل حلو يعني مدرب مؤقت. يعجبك دي؟ لا طبعا. طب اقول لك ايه؟ مدرب مؤقت. لا هو مش مدرب مؤقت. مش بتكلم على المدرب بتاعنا على ريكاردو، انا بكلمك على فكر المدرب في الوقت ده. حتى ريكاردو في الوقت الحالي النص السنه الاولاني في حياته مش هيعرف يعمل السنه الجديده. انت خارج، انت بتخرج من مأزق. انت بتخرج ازاي منه؟ انت بتخرج لانك انت لازم بتلعب على بطوله. الا لو انا دلوقتي قلت لك لا انا مش عاوز دوري، خلاص انتهى الموضوع، اشتغل للموسم الجديد. لا طبعا. ده يبقى المدرب اللي بيشتغل على السنه اللي جايه، لكن انت مجبر تلعب على الدوري، تلعب على الكاس، وتلعب على كل حاجه، صح؟ أي. يبقى انت لازم تشتغل الشغل مش بتاعك. مش بتاعك. غلط انك تشتغل بتاعك، احيانا شغلك لو انت اتدخلت بشغلك 100% هتعور لعيبتك كتير. وابحث في اللي انا بقوله. اشتغل الكلام ده من بدايه السنه. طبعا يعني بعد اذنك عادل، هو عادل كلامه مظبوط، بس في مدربين بيجوا في اي وقت هو بيطبق اسلوب لعبه. أيوة. يعني في ناس بيلعب مثلا 4 3 3 من اول ما بيجي بيلعبها، حتى اللعيبه عارفه مش عارفه لغايه لما بيتعود عليه. صح. وفي زي ما هو بيقول ان انا بخش بعمل، بس كمان الكابتن مختار بشتغل حسب برضه بيبقى عنده اسلوب بيحب يطبقه. سامع الكلمه دي اللي حضرتك بتقولها، انه يجي يطبق فكره ويجي يلعب بطريقه لعبه. عارف اللي بيحصل له المدرب ده؟ بيجرب جميع الطرق لان مش بتنفع. فكر في اللي انا بقول لك فيه. ماشي. هي وجهات نظر. طيب لا مش انا بكلمك على حدث يعني. انا دلوقتي خلينا نتكلم على فرقتنا مثلا في الوقت الحالي. ريكاردو جاي بقى له 6 ماتشات لعب بجميع الطرق، لعب 3 4 3، لعب 4 4. لا بس عايز اقول لك حاجه، انا بس بقول هو لك. ممكن يكون هو وجهه نظره هو، لكن ممكن فهمني. حد تاني يلعب، بيجي يلعب بطريقه واحده وهيفضل يلعب. يا كابتن اسامه، فانا عاوز يعني اقول لك نقطه مهمه. لما تيجي انت في الوقت ده عاوز تفرض فكرك انت، عاوز تفرض فكرك انت وتلعب بطريقتك انت، هتلعب باكتر من طريقه. انت ما تجيش تلعب بطريقتك، انت عارف تيجي تلعب ازاي في الفتره دي؟ لازم تيجي تلعب باقل الخسائر ليك، وانك انت تغير من نفسك. يعني اصل انت جيت ليه الفكره ليه؟ انت جاي ليه؟ اي المدرب ده، عشان كده بقول لك انا اشتغلتها مدربين اتنين مرتين طوارئ. انت جاي ليه؟
هل انت جاي المدرب اللي قبلك كان احسن مدرب في الدنيا وكان الفرقه ماشيه احسن حاجه في العالم؟ انت جاي علشان في مشكله. ايوه. يبقى انت مدرب في وسط السنه يتقال عليك كده. فلما اجيبك وانت عندك مشكله وانا عندي مشكله، اوعى تصلحها كلها. هتصلحها كلها هتضغط عليها تبوظها. علشان كده تلمس بالراحه. كويس. وبهدوء. حلو. وبس خلينا اكمل الحته دي عشان دي مهمه. بس خليك تكمل والله الحته بس المهمه يا كابتن. قول. انا لما اجي افرض طريقه لعبي لازم في البدايه اطمن لاعبتي، بمعنى اللاعب في الوقت ده تطمنه مفيش مانع ان انا اشيل من عليك الضغط وما خلكش تثبت لي انك لعيب كويس. ماشي صح. عارف ليه؟ انك لو انت اجهدت نفسك في التمرين هيحصل اصابات كتير. طيب يعني كابتن اسامه كان ليه رؤيه ان 3 4 3 او 4 2 3 1 ممكن يلعب باحدى الطريقتين. من وجهه نظرك 4 2 3 1 هي الاقرب؟ بص هو مش هيقدر يلعب يا كابتن، مش هيقدر يلعب مش هيقدر يلعب يبوظ حتتين اللي هو فخري وقفشه. ما انا من وجهه نظري ما يقدرش يلعب بدولام طرف من الاطراف. لان عندك عبد القادر هيبقى طرف، لكن قفشه بنخسره لما بيطلع على اليمين. فخري انا اعرفه كويس هيخسره برده وهو بيلعب على اليمين. يا كابتن انا اتفضل. الفرقه دي اللعيبه دول وجهه نظري انا الشخصيه يلعبوا 4-5-1 يوفروا عليهم كل اللي احنا بنقوله ده. انت بتقول نفسيا وبتقول مين اللي هيبقى على الطرف اليمين؟ 4-5-1 دول متقاربين لبعض وبيستلموا الكوره، بيعملوا زحمه في نص الملعب، مفيش حد يخترقهم، والاربعه دول متمركزين صح، امتى يطلع الباك ليفت، امتى يطلع الباك رايت، الخمسه دول يقدروا يطلعوا بعض في الحاله اللي احنا يعني هو يعني كابتن شريف اقرب حاجه للاعب انه يلاقي لاعب تاني. خليني بس اقرب حاجه ليا انا ما اضغطش واعمل مساحات لعيب زي عبد القادر انتوا طالبين منه النهارده بدون فلسفه. كويس. ما يزودهاش عبد القادر لما هيلاقي 2-3 معاه جنبه يا كابتن ايمن. أيوه. هيعمل ال1 2 وياخد الخطوتين اللي قدام غيره. محمد فخري النهارده انت عايز تطمنه وتدخله جوه الجيم. ماشي. كل ما جنبه لعيبه مش هيبقى عنده الفردي. فخري بيلعب فين يا كابتن؟ بس هو لعيب اليمين النهارده. لا لا فخري هو بيلعب ايه اصلا فخري كلاعب؟ فخري نص ملعب مكمل. فخري انا اتفرجت عليه في الناشئين اكتر حته بيلعب فيها كويس تحت الفيرود بتاعت قفشه. ايوه مظبوط تحت الفيرود. مظبوط مظبوط. تحت الفيرود دي انا اتفرجت عليه حته السرعات. انا النهارده السؤال اللي انا سالته مع اسامه الفرقه دي اني اسلوب او اني طريقه انا افكر، فانا سالت 4-2-3-1 وناس انا قاعد افكر فيهم كده وانتم بتتكلموا كلكم، لقيت ان 4-5-1 دي مركزه اللعيبه جنب بعض. ماشي. ينفذوها بقى ازاي في الملعب؟ ازاي ينفذ ازاي؟ ده اللي هنشوفه في الملعب. ايمن هو مش هيلعبها كده. إيه انا بنيت اللي انا قلته على ايه؟ مش على وجهه نظري انا، انا قلت لك على الشوط الثاني بتاع الزمالك والماتش اللي فات. هو كان بيلعب 4-2-3-1 بدايات أي. ثم في ماتش الزمالك لعب بثلاثه ارتكاز 4-3-3 اللي هو ديانج وعمرو سلاوي وحمدي و3 4 من الشوط الثاني لعب ثلاثه مدافعين في العمق. مزبوط. محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم وحمدي فتحي وابتدى بيها ماتش الجونه. اقول لك بس بقول ماشي ماشي بتكلم على طريقه اللعب. انا مش بقول انا مش بقول ان انا بقول وجهه نظر، انا بقول لك اللي حصل. أيوة. الماتش اللي فات لعب رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم وياسر ابراهيم الثلاثه في الخلف. أيوة. رامي ربيعه بياخد الجنب اليمين وبيقفل ورا كريم فؤاد وبيكمل، ياسر ابراهيم بيقفل ورا علي معلول وبيكمل. فانا عشان كده بقول لك احتمال، انا مش بقول تاكيد، انا بقول احتمال يلعب رامي ربيعه وياسر ابراهيم وايمن اشرف الثلاثه ورا ومحمود وحيد يبقى خامس من على الطرف الشمال. أيوة. وكريم فؤاد خامس من على الطرف اليمين وديانج هيبقى جنبه يا فخري يا قفشه. انت فاهم؟ يعني يلعب بثلاثه، يعني رامي يرجع لورا يعني زي ما عمل الماتش اللي فات. انا بقول على اللي عمله هو الماتش اللي فات واللي عمله الشوط الثاني في ماتش الزمالك. لكن ممكن يبتديها 4-2-3-1 بطلوع رامي ربيعه لقدام. الله اعلم. فعشان كده بتقول حاجه ما يهوب. لا انا بسمع سيبها خلاص، اصل طول اللعب من ما برضه في النهايه مش الطريقه برضه كل واحد يعني. لا انت متخوف امكانيات اللعيبه. انت متخوف من حاجه. انا قلت من قلت حته أنا ان قفشه يروح على طرف من الاطراف. انا مش متخوف من حاجه. انا قلت الشكل اللي انا اللي قدامي ده
او المرسوم هنا انا بتكلم على شكل قدام المرسوم 4 2 3 1 ونوعيه لعيب. بقول 4 2 3 1 في مباراه النهارده. على فكره الكلام بتاع اسامه صح، كلام عادل صح، كلام كابتن شريف صح. مباراه النهارده ممكن تلعبها كده 4 2 3 1، انت مش محتاج تلعب 3 ورا. انت سام مفيش حد، مفيش خطوره النهارده. فانت مفيش خطوره اللي هو تتجاذب بثلاثه يبقوا مستنيين ورا. ف 4 2 3 1 عشان مباراه النهارده ممكن تبقى الانسب باللعيبه دي. ايوه كويس، مع اختلاف بس المهام بتاع كل لعيب. محمد فخري انا بتفق مع عادل وكابتن شريف ان هو مش لعيب طرف اساسي، بيميل دايما ان هو يعني بيلعب للداخل اكتر. على فكره محمد فخري ده انا اللي جايبه اساسا من كنت ما كنت في اللجنه الفنيه. اه والله انا اللي جايبه كويس. كان بس كان بيلعب عمره ما لعب على الاطراف، كان دايما بيلعب تحت راس حربه وعنده انطلاقه، عنده مرته كويسه، لعيب كويس. راس حربه كنت بلعبه تحت. ما انا بقول لك انا جايبه عشان كده. لكن التوظيف بتاعه ده ممكن مش هيبقى له خط قوي، ممكن تلاقيه برده لجوه شويه بيدي امان شويه لكريم فؤاد. هو بنيانه قوي ومجهوده كويس، ممكن يامن كويس قوي مع كريم فؤاد. وقفشه هيكون في المكان ده. وقفشه انا من وجهه نظري او انا بشوف كده النهارده. انت محتاج محمد مجدي في قلب الملعب. شايف ده المهم، ده المهم ايمن من البدايه. من البدايه مش ما استناش لحد الشوط الثاني. لا انت عشان تكسب فبتلاقي مثلا 4 راس حربه او مش عارف عشان لا هي الكوره مش كده. هي الكوره انك بتلعب نوعيه اللعيبه اللي ازاي توصل بيهم لمرمى الخصم، لكن مش بكتر اللعيبه، العكس. لكن كده انا شايف التشكيله اللي موجوده دي ماشي، انا موافق عليها ومناسبه جدا. مع قلت بس زياده كان ممكن يبقى محمد في مكان محمد فخري. محمد فخري مش طرف كويس. لكن لا انا شايف لعب كده محمود وحيد وكريم فؤاد على الاطراف، واثنين مدافعين ديانج ورامي. ورامي ما شاء الله عمل مباراه ممتازه. محمد مجدي يلعب في المكان اللي هجيت فيه النهارده. هتلاقي الفريق متكتل تماما، ما عندوش اي حاجه يخسرها. انا عايز بالظبط يقضي الوقت بس ويضيع الوقت ولعبتها تعرض نفسها بالظبط عشان تخلص من الجول مبكر، من المأزق ده هدف مبكر. صح. بعد كده خلاص كل حاجه تبقى واضحه قدامك. لكن فريق متكتل ما تكترلوش المهاجمين. انت فريق متكتل وقافل كل حاجه، انت ازاي تلاقي المساحه للخطر اللي تلعب فيها بس. لكن كل الكلام اللي كان بيقوله اسامه وكابتن شريف وعادل كلام طبعا صح جدا، وهي وجهات نظر في الاخر لحد ما نشوف الملعب. احنا بنتكلم بس عشان الناس تفهم، احنا بنتكلم على ورق دايما قدامنا. يعني اسامه بيقول وجهه نظره من تشكيل او من افراد لعيبه، كابتن شريف نفس الكلام، عادل نفس الكلام. لكن زي ما بقول لك انا شايفها 4 2 3 1 الى ان نشوف. هو الفرق يا كابتن ما بين زياد طارق ومحمد فخري فعلا الطرف. ايوه ان زياد طارق اصلا بيلعب المكان ده. فخري زياد كمان زياد خطورته عادل يعني من اللعيبه اللي ما بيخش جوه عشان رجليه الشمال. وبعدين زياد لعب في المكان ده حتى في اوقات ما كانتش قويه جدا، لكن لعيب تحس ان هو عنده مهاره، عنده ثقه في نفسه كويس قوي. عشان كده بقول لك يعني المباراه مشيت مع مستر كاردو كويس، هتلاقي زياد عنده وقت كبير يلعب فيه ان شاء الله النهارده. صحيح. طيب كابتن شريف، مصر مقص اعتقد يعني هو النهارده زي ما قالوا الكباتن، يعني أنا مش عايز أسهل من المباراة، ولكن أعتقد إن هو بيلعب النادي الأهلي وفي الظروف ديت، وعارف إن النادي الأهلي نازل ما عندوش غير المكسب، أعتقد إن هو كل همه إن هو يقلل الخسائر النهاردة. مفيش مباراة سهلة يا كابتن. إلى أن لما تثبت العكس قال لك كده وأنت قلت أول هدف يخش. أيوة. كويس؟ دول ما عندهمش حاجة يبكوا عليها. ده بالعكس مفيش أخطر من الفرق دي. اه لو يستلم براحته خاف منه، يباصي براحته، يرقصك، ما عندوش يلعب كره بسرعه، ما عندوش الكلام ده، ما عندوش السبات، عنده الامان. اه بالظبط، اللي هو يطلع شكله حلو. أي. الرؤيه الناس تتفرج عليه. هو عمل حسابه على الدرجه الثانيه، خلي بالك حتى قلبه للمدرب. ما هو اصلا بتفق مع وجهه نظر اسامه لما قال يعني حسابيا لا هو يكسب، لازم يكسب 7 ماتشات من الثمانيه. هو نفسه كابتن جايب ايوه عيد مرازيق، عيد مرازيق متخصص في اولى بي. ما انا أيوة. في الكوره اقول لك حاجه، في الكوره ما بصدقش ان البرازيل يتغلب ولا المانيا كويس الا لما اشوف بعيني، ولا الاهلي أيوة. الا لما بشوف بعيني. ف تخلص اي مشاكل في اي ماتش، جونه زي مصر مقصه زي فرق كتير هتلاقي طابع واحد، بتستنى انت هتكسب امتى، وبعد كده نلاقي صحوه كده شويه، انت اللي تديله الفرصه برضه، انت اللي بتفتح. بس النادي الاهلي هيضغط ضغط عالي من الامام النهارده عادي. انت على كل اللي احنا قلناه ده، النادي الاهلي عنده الثقه النهارده انه هيعدي ويكسب كويس. هيعدي ويكسب دي
بالاصرار وانهاء الهجمه صح. أي. زي ماتش الجونه ما احنا اتكلمنا في الشكل. صحيح. انت اللي مهيمن، انت اللي من ماتش الزمالك تاني تايم زمالك وسام، احنا المهيمنين احنا اللي ماسكين، بس فين الافكتيف التخليص اللي هو الموجب. أي. التخليص بتاعك اللي هو بهدف. أي. اللي انت لازم تجيب هدف بعديه كمان، ما انا ممكن في اخر ثانيه يجي فيها بينالتي. أيوة. واحد بيلعب كوره بالعرض يا اسامه تروح جايه في ايده، ابص الاقي نفسي متعادل خلص، وقلت لك انا ما عنديش فرصه ثانيه. صح. فلازم يبقى في تركيز النهارده زي ما علاء قال لك انهاء الماتش. بعد كده فرجني بقى انت هتلعب 4-2-3-1 ولا 4-3-3 ولا 4-5-1 ولا وات ايفر بقى، هتلاقي اللعيبه كلها بتمسك الكوره وبتنقل وتلعب وعندها الروح انها تروح. فهو عنوان المباراه هدف اول زي ما انت قلت، يفتح لك الجيم. فهي دي اللي ان شاء الله تسهل علينا الامور يعني بإذن. من طيب. غير مسميات بقى مين مقاصه اي فرقه ثانيه يعني. طيب كابتن اسامه مثل مقاصه هيلعب بالطريقه اللي هو اللي هي على الورق 4-3-3، وهل معنى الطريقه دي ان هو هيضغط على النادي الاهلي من قدام او يلعب لعب مفتوح ولا هيلعب في نص الملعب؟ لا يضغط على النادي الاهلي من قدام ما اعتقدش، هو بدايه هو مش هيلعب 4-3-3 اكيد. انتحار يا اسامه بقى، يبقى بينتحر يعني، انتحر بدري كمان. انتحار يعني بدري قوي، يبقى بينتحر يعني لو بيضغط على الاهلي من قدام يبقى بينتحر. ايوه. يلعب 4-3-3 او يلعب 3-4-3 هي مش هتبقى كده، هي هتبقى 4-5-1 يعني. بالزبط. انت هتلاقي محمد عادل بينزل في الطرف الشمال، تلاقي هشام حافظ بينزل في الطرف اليمين. أيه. هيبقوا 4 وبعدين 5 وبعدين 1 بالظبط، وممكن كمان يبقوا في نص ملعبهم يعني كلهم متكتلين بالشكل ده في نص ملعبهم. أيه. وحتى لو لعب بثلاثه في العمق ورا كمدافعين ما بيلعبهاش بثلاثه 4-3 يعني. النادي الاهلي لو لعب ثلاثه في العمق هتلاقي محمود وحيد وكريم فؤاد طايرين قوي لقدام عشان يفتحوا فرقه المقاصه لو متكتله يعني، يبقوا اجنحه قدام قوي. أيوة. لكن هو لو لعب بثلاثة ما بيلعبش بثلاثة، هو بيلعب بخمسة يعني، هتلاقي الثلاثة في العمق والباكين جنبهم يبقوا 5-4-1 يعني، سواء هو يلعب 5-4-1 أو 4-5-1 يعني، هو هيلعب بنفس الاسلوب اللي بعض الفرق بتلعب بيه النادي الاهلي وتكتل قدام منطقة 18 بتاعه، ده بالغالب. وهيلعب على هجمة مرتدة. أيوة. يعني ده المنطق بيقول كده، لان هو بيلاعب فرقة بطل افريقيا وبطل الدوري ولاعيبة دوليين وعنده يعني عزيمة انه بينافس على الدوري يعني، دوافعه كبيرة جدا. أي. فما اعتقدش ان امكانيات فرقة مع احترامي ليها كسبت ماتشين من 26 ماتش ومتعادلة 9 وخسرانة 15 يعني اكتر من 50% يعني، هو لاعب 26 خسران 15 يعني حوالي 60 او 65% خسارة. أي. وجايب 11 هدف فقط في 26 مباراة يعني، اقل اضعف خط هجوم، اقل من نص جون يعني. ده ما يكملوش 35% من 100% يعني، ما يعني 4 من 10 او 3 ونص يعني 3. ف وداخل على فيها 34 جون، فمش هو مش هيجي مع اهم فرقه في مصر وهيروح مخاطر ان يهاجم قوي من قدام، والا بقى هو بيلعب بقى شو كده وخلاص. لكن هيحاول يتكتل ويلعب على هجمه مرتده. انا ال ايا كان النادي الاهلي يلعب باي اسلوب او اي طريقه يعني، انا زي ما قلت لك المهم حاجتين، الهدف الاولاني مهم جدا لان الفرق اللي زي دي لما بيتاخر الهدف يتجرأوا بقى. صح. اكتر يعني، انت تحاول تضغط قوي عشان تجيب هدف بدري هيفرق معاك كتير. الحاجه الثانيه انك تجيب هدف لكن ما تبقاش مستعجل، ما تخشش في رعونه. علاء اتكلم على ماتش الجونه اللي فات، انت مسيطر من الاول بس مستعجل في عصبيه عشان توابع ماتش الزمالك في الكاس. فارجو النهارده احنا كسبنا الماتش اللي فات، يبقى عايز تجيب هدف بسرعه بس مش باستعجال، يبقى التمرير غلط، يبقى الاوفر غلط، يبقى يعني كده. فنتمنى التوفيق ان شاء الله يعني. باذن الله. كابتن عادل، السيناريو الشوط الاول من وجهه نظرك من الفرقتين يعني، المقص اكيد هيدافع وهيعمل زون من البدايه. من البدايه طبعا يعني، هو يعني الامكانيات هي اللي بتفرق يا كابتن. خليك عارف انه المقص من اقل الفرق مكسبا في مش هيجي يعمل ريسك قدام النادي الاهلي، هو عاوز ممكن يعمل ريسك في الاخر يعني، لكن هو عايز يطلع باقل خسائر يطلع باقل خسائر في الشوط الاولاني، لان انت لما بتيجي تلعب فرقه كبيره زي النادي الاهلي اول فكره بتجيلك في دماغك انك انت ما تغيرش البلان او السيناريو بتاعك في البدايه بسرعه، انت عاوز يدوم، انت ممكن تغيره اخر ربع ساعه، ممكن تغيره اخر، حتى في انديه لما بيدخل فيها الجون الاولاني من فرقه زي النادي الاهلي بيصبر لغايه اخر ربع ساعه ويضغط عشان على امل يتعادل عشان ما يفتحش من بدري
ويدخل فيه اكتر من جون. فدفع من المقصه، هجوم من النادي الاهلي تمام يعني لازم. الحاجه الثانيه المهمه، المباريات اللي زي دي بتلعب بفكر في الوقت الحالي تجاري. عايز تكسب ومش عايز تجري كتير. خلي الكره تتحرك. عايز تخلص المباراه بدون خسائر. صح صح. ليك عندك كل ثلاث ايام مباراه عشان انت عندك عندك نسبة اصابات رهيبة. وعندك نسبه اصابات. صح. وعندك لاعبين مهمين يعني. يعني في اوقات انت بتحسبها دلوقتي، الراجل بتاع الاحمال بتاع ريكاردو المفترض انه بيحسبها زي الميزان الذهب طبعا. يعني مين يقدر يلعب 20 دقيقه، ومين يقدر يلعب 80، ومين يقدر 70، ومين علي معلول لما يقعد، وحمدي فتحي. يعني من افضل الاشياء اللي حصلت النهارده الاثنين دول لما قعدوا احتياطي، علشان يا كابتن ايمن في الوقت الحالي انك انت مش هتستحمل لاعب مهم. انت في لعيبه مهمه وفي لعيبه حواليها. مظبوط. علي معلول وحمدي فتحي من المهمين قوي، واللعيبه اللي حواليها الصغيرين اللي يقدروا. كابتن علاء، سؤال على السريع وتقول لي يعني هنشوف هذا مفكر ولا لا. لما انت تبقى مدير فني وبتلاعب او بتشرك ناشئ في ظروف صعبه، عشان تحافظ عليه تخليه يكمل المباراه حتى لو مستوى يعني ما ظهرش بالمستوى اللي انت كنت توقعه، يعني حسب نتيجه المباراه، حسب نتيجه المباراه. ولكن الافضل، طب لو نتيجه المباراه كويسه كويسه طبعا كمل كمل براحته واغلط لازم كم ممكن كم لو سمحت اتفضل لو سمحت انا علاء بصني بصني اجرحه وانا سواء هي تلاقي لي اجابه واحده على فكره. كمل وبراحتك واغلط وكل حاجه، النتيجه هتحميك. لو العكس لازم احافظ عليه. الكلام اللي قاله خالص في الاول خالص عادل، لازم تحافظ على الناشئ بتاعك. اتفضل حضرتك بصلي. قول يا كابتن شبيه. او انت بتيجي تقول له انت هتلعب تاني تايم، فهمتني؟ تبقى عامل له بلان ومدخله فيه زي ما حصل. بغض النظر عن النتيجه على فكره، ايوه ما لهاش دعوه بالنتيجه. والله انا جابوني قالوا لي انت هتلعب تاني تايم مكان فلان، ايوه تروح تنام بدري وتعمل شيء وتيجي بكره عشان تتغدى مع الفرقه، ايوه بيجهزك نفسيا زي ما انا قلت في اول الاستوديو. طيب. لازم كمان يبقى في التمارين معاهم ان شاء الله، بيشوف النادي بتاكل وتشرب ازاي وبتلعب ازاي، والراجل ده بيقول ايه المدرب وبيدخل نفسه جوه. طب هتشوف هدف مبكر ان شاء الله. هدفين ان شاء الله. ان شاء الله كابتن اسامه ان شاء الله الاهلي هيجيب هدف في الشوط الاولاني. كابتن علاء ان شاء الله هدف مبكر ان شاء الله، بس بهدوء طبعا، لازم هدوء بس باذن الله رب العالمين. كل توفيق ان شاء الله النادي الاهلي النهارده لتحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث الشوط الاول. انتظروا.